شنو عنده؟ عنده عامين مرقد خنيفرة. مرقد الإخوان بالنسبة لمرقد خنيفرة بالنسبة للتماشى اللي كتقول فيه 700 درهم. بالنسبة للنميرة 0.65 73 69 شوفوا الإخوان الكسيوة ديالو. بالنسبة للكسيوة الإخوان ديال الطوير الريادي اللي بغى الإخوان يتصل بالأخ الكريم الله يسخر لك حسن خويا بخير لاباس عليك راه جميع الناس كيسولوا عليك وجميع الناس كيقول لك الاخ حسن كيدير ثمن ديال الدراوش وكيعجبوه وكيعجبوه الطويرات ديالك صراحه حسن واحد ديديكاس الاخ عادي الحميم ديديكاس الاخ عادي الحميم وجميع المتتبعين اكيد الله يعمر دار واحد السيد وديديكاس لخويا عبد الرحيم الطاليان اياه وديديكاس جميع الملوعين والملوعات جواد جواد وضيف تي في ومحمود الهلالي وجميع الناس اون جينير اللي نسيناهم يسمحوا لينا الله يحفظك اخويا راه بزاف ديال المواليع الله يحفظك انتم الاخوان خويا راه مكلم تبارك الله في المستوى اياه فيه كلام هذا جدر ولا قرع؟ لا قرع قرع عنده عامين قرع الاخوان عنده هذا موكل بالبرا موكل بالسورانكا يعني الطير هذا راه يقدر يخدم حتى الكريه انا عمرني أيه. جربت الكريه حولوا عاقل عاقل تبارك الله ما كيخاف ما والو عينه العين عنده تبارك الله مجلد هادشي اييه واللي بغى خويا عزيز راه عندي الفيديو ديالو مرحبا واللي قريب يجي يتصنط مرحبا الله يحفظك ليا بالنسبه للتمن شحال كيبغى الثمن اخويا عزيز تلوح الفيديو وتصنط بنادم باش يدير معاه التجاره اكيد عرفتي علاش حيت دابا الفرق ما دواش ما يمكنش تقول الثمن عندكم الصح عندك صح بالنسبه للاخوان الطوير حتى تسمعوا الكلام ديالو الله يصيفط لك الفيديو ديالو ولا يجي حتى يسمع ليه مرحبا. بالنسبه لليفريزو اخي حسن ليفريزو خويا جميع جميع انحاء المغرب راه يصيفط لكم الاخوان الطوير حتى من اوروبا كاين شي واحد مثلا من لافامي ديالو شي حاجه عنده هنا في المغرب يجي يتصل يعطيه النمره يتصل بيه يجي لعندي نعطيه الامانه مرحبا كاينش المشكل مرحبا بالنسبه للثمن قلتي ليا حتى يسمع ليه تيسمع ليه بالنسبه للنميره اخي حسن بالنسبه للنمره اخويا عزيز 06 51 73 94 94 19 تحياتي لك اخي حسن الله يكبر بك وتحياتي للاخوان المتتبعين وعندي واحد الطوير حفاضه أيه؟ ما شفتوش معايا اييه مرحبا عندي واحد اوديو ديالو حتى هو اللي بغى راه اللحود ما كاينش مشكل مرحبا تحياتي لك اخي حسن قلنا النميره مره اخرى 06 51 73 94 19 بالنسبه للنميره الاخوان الريادي واللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ حسن وتحياتي لك الله يحفظك شكرا لك
اخي زكريا جدر ولا قرا هذا؟ شحال عنده اخي زكريا؟ جدر الاخوان عنده عامين. بالنسبه للثمن شحال كتقول فيه؟ 1100 درهم الاخوان. بالنسبه للطوير اللي عنده القفص احمر نصنتو الاخوان الطويرات الاخرين. زكريا جدر ولا قرع هذا؟ قرع. شحال عنده اخي زكريا القرع هذا؟ قرع ود العام. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ شحال كيبقى الثمن ديالو؟ 900 درهم الاخوان كيبقى الثمن ديالو. وهذا اخي زكريا؟ جدر. شحال عنده؟ عنده عامين. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ الثمن 1200 درهم. بالنسبه للنميره اخي زكريا؟ بالنسبه للنميره 06 46 41 43 76. تحياتي، اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ زكريا. كاينه طويره الاخوان كيف ما كتشوفوا عند الاخ عبد القادر، طويره في المستوى. اصلا هذا عبد القادر خويا؟ شحال عنده؟ شحال عنده؟ عنده عامين الاخوان. بالنسبه للميره الاخوان راهي هادي صويره الاخوان كيقول فيه 400 درهم. اللي بغى الاخوان مرحبا ورحمه الله. هو السلام عليكم الاخوان. عبد الله. عبد الله اصلو هذا الجدر ديال بوسكوره. ديال بوسكوره الاخوان كيف ما كنشوفوا الصوره غابت سيدي هشام. في شي كلام ابو عبد الله؟ ايه خلويه ها خلويه. مرحبا. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ 5000. 250 درهم. 250 درهم الاخوان كيقول فيه. باقي طويرات اخرين؟ باقي شي واحد في البداله. مرحبا نشوفوه. مرحبا. بالنسبه للطويره الاخوان كاين واحد كاين الحداد وكاين الاخوان تاع الحداد هذا. اصلو هذا الحداد هذا با خنيفرة. والبخور طويره الاخوان في البداله. اصلو هذا توجدر. توجدر. توجدر شحال عنده؟ كيصفي ما عارفش غادي يكون فيه 10 صور. كيف ما كتسمع الاخوان ما عارفش. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ 5000. حتى هو 250 درهم الاخوان. وكاين هذا الحداد هذا صافي هما اللي كاينين عندك. وهذا الحداد هذا شحال عنده؟ والله ما عارف. حتى هو ما عارفوش الاخوان. مرحبا. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ الحداد كيبقى 200 درهم. 200 درهم الاخوان بالنسبه للحداد.
واللي بغاه مرحبا مرحبا. بالنسبه للميره 06 95 28 40 اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا مرحبا مرحبا. الله يسخر. السلام عليكم الاخوان. كاين هذا الطوير هذا اصله هذا قرع شحال عنده؟ ولد العام كيف ما كتشوفوا الاخوان الصوره طوير في المستوى في شكله يعني حصيره ولكن مرحبا. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ 400 درهم الاخوان كيقول فيه كيف ما كتشوفوا الاخوان كيقول فيه 400 درهم واللي بغاه مرحبا وألف مرحبا. بالنسبه للنميره 06 63 31 37 80 بالنسبه للنميره الاخوان الريالي اللي بغى شي حاجه مرحبا وألف مرحبا. الله يسخر. السلام عليكم حمزه بخير لاباس عليك. بالنسبه للجديد اخي حمزه اليوم هذا السنايب راسي اليوم فيه واحد الكار كبير كاين الاخوان هذا كيقول اخ حمزه تكير وخرج السنايب راسي راه تبارك الله وما بان اخي حمزه شحال من شهر خاصهم باش يفرزوا؟ عندي من شهر جوج شهر ثلاثه واحد 6 شهور ياك عادي يفرزوا يولي هدر. بالنسبه للكنار الاخوان باش يفرز خاصو شي 6 شهور بحال هكاك. بالنسبه للعشمينه شحال كيقول؟ 100 درهم 100 درهم الاخوان كيقول لهم اخ حمزه دويرات في المستوى وعاقلين تبارك الله انتم الاخوان عقولية شهر جوج شهر ثلاثة ياك تبارك الله عليك اخي حمزة. حمزة بالنسبة للنميرة 06 57 96 12 17 بالنسبة للنميرة الاخوان الريادي اللي بغى شي حاجة يتصل اخ حمزة راه غني على التعريف. الله يسخر لي. السلام عليكم الاخوان لعشاق الاعشاج الاخوان المقنين وجميع الطيور جميع الطيور الاخوان كيف ما كتشوفوا شوفوا الموديل ديالهم الاخوان شحال كيبقى لهاد الحشيشه ديالو 25 وهذا 21 هادو 20 هذا صغر هذا كبر من هذا ربع اللي مغيره ياك هذا كيقول فيه الاخوان 20 وهذا كيقول فيه الاخوان 25 يعني كاين الفرق هذا فيه ربيع بزاف وهذا فيه قليل. اللي بغى شي حاجه الاخوان يتصل بالاخ كريم يخلي لنا النمره ديالو. بالنسبه للنميره 06 77 69 13 82. بالنسبه للنميره الاخوان الريالي اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هادو راه زوينين حتى للديكور للدار كلشي كلشي جوريه والله الا دات واحد شي 50 تبارك الله كتبغى بالزوده ديالها والله الا عرفتي تعلق هنا تعلق هنا تعلق هنا عطينا مسرح سبحان الله ديكور زول الدار. الله يسخر لك الله يحفظك الله يبارك بارك الله فيك. سين جاب الاخوان كيف ما كتشوفوا مدريسي هذا واخا طلقوا واخا كيف ما كتشوفوا الاخوان يعني الا ما كانش مدرسي ولا شي حاجه مشكله ما غاتشدوش شحال يكون عنده هذا؟ عنده 3 شهور متوهد متوهد كيف ما كتشوفوا الاخوان في الصوره ملفه مولاها بالنسبه للثمن شحال كتبقى؟ البيع ديالها هو 250 250 درهم الاخوان نقول 300 درهم 250 كيف ما كتشوفوا الاخوان 200 درهم هو البيع ديالها كيقول 250. بالنسبه للنميره 06 15 10 94 63 بالنسبه للنميره الاخوان راه هي هذه واللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ الكريم انتم الاخوان راه مدريسيا. الله يسخر. السلام عليكم ادريس خويا بخير لعشاق الحداده الاخوان الاخ ادريس الاخوان عنده هذه الحداده الاخوان. بالنسبه للمرقده اخي ادريس ديال الغرب ديال الغرب بالنسبه للاخوان الحداد المرقد ديالو ديال الغرب بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ عام خويا 40 درهم 40 درهم شحال عندهم هذو اخي ادريس؟ سنان عنده بسيوان الاخوان 40 درهم كيقول فيهم الاخوان اخي ادريس اللي بغى شي حاجه نخلي لكم الاخوان النمره ديال ادريس بغى شي حاجه مرحبا مرحبا. بالنسبه للنمره ادريس بغى شي حاجه يجي عندي للصوت مرحبا مرحبا يقدر يتباع اكيد يبغى شي حاجه الاخوان يجي عند دريس السوق ولا يدخل عنده القناه مرحبا دريس طيور دريس طيور الاخوان. الله يسخر صحبتك. ميسو الاخوان بالاخ حسن غادي نحاولوا ان شاء الله نسمعوا ليه.
هذا الميسو اخي حسن شحال عنده؟ عنده شي عام و10 عنده الاخوان عام و10 شهور يعني قريب العامين. قريب العام. في شي حصورة اخي حسن؟ لا هو في واحد الطاقة. اي كيف ما كتسمع الاخوان الاخ حسن في واحد الطغى. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ الثمن 1100 درهم. بالنسبه للثمن الاخوان كيقول فيه 1100 درهم قابل للمفاوضه اخي حسن؟ خليه مقاد ياك. انتم الاخوان كيف ما كتسمعوا كيطلب فيه 1100 درهم اخر ثمن هو 1000 درهم الاخوان. نحاول ان شاء الله نقرب لكم الصوره. هذا هو الطويره الاخوان اللي بغاه. خليكم نمره الاخ حسن. مرحبا والف مرحبا. اخي حسن بالنسبه للنميره؟ بالنسبه للنميره اخويا عزيز 06 51 73 94 19. بالنسبة للميرة الإخوان هي جديدة الأخ حسن. باقي شي طويرة أخرى أخي حسن؟ باقي واحد الطويرة ماشي مشكل. مرحبا. شدو سكت. مرحبا. أنا عندي فيديو ديالو اللي بغاه نسيفطو. مرحبا.